النهارده ان شاء الله يبقى معانا الدكتور محمد عيدوني، هو مشرف التكنيكال مانجر في الكادر بتاع الجروب شرق الاوسط. عندنا النهارده برزنتيشن عن جراوند تكنيكس وديفرنت الترنتيفز ممكن نستخدمها في هذه الفوكس مع الصوت مع جيم. فاحنا يعني ان شاء الله يعني بس مش تبقى واو مش تحسن.
اتنقل بعد كده من ان انا اعمل كونكشن ان انا احط بايندر ايه ابدا احط حاجه الحاجه دي ممكن تكون حاجه مثلا اسمها انسول ميكسنج ان انا احطها في الاسنان حاجه اسمها جيل كلاوتنج ان انا برضه في الاسنان ممكن احط شويه اليمنتس قلب التربه زي ريجن انكلوجن ريجن الكلام ده كله ما ينفعش اربع بايز طيب بايز ده اللي هو يعني ايه اللي هو الاند بوينت تعدي بس بسرعه على الميكس واحد واحد كده اول حاجه عندنا اللي هو البيك كونسنتريشن والبيك كونسنتريشن لو انا عندي التربه بتاعت التربه ضعيفه اول حاجه بنحط ووركينج بلاتفورم الغرض بتاع الوركينج بلاتفورم ان التربه دي احيانا بتبقى ضعيفه جدا المكنه نفسها ما بتعرفش تمشي عليها فانا بعمل ووركينج بلاتفورم طبقه قويه شويه وساعات بشغل معاك كده التربه اخش المكنه تبدا المكنه عندك بتاع الفيرتيكال بريزر تخش وتعمل الفيرتيكال ده شكل المكنه هي على فكره بيسموها بالانجليزي ستيتش زي الخياطه اللي انت بتاخدها ده عندك ده اللي هو الوصف بتاعها وده شكل الفيرتيكال بريز اللي بتشوفه الفيرتيكال بريز حاجه زي انبوبه كده والجزء بتاعها من بره عباره عن حط البريز في قلب التربه راسي وبعدين تحط على التربه الجهاد ممكن الجهاد بتاع الوش اللي انت هتحطه اكتر من مره ونص ولا حاجه حسب الدرجه اللي انت عايزها وتشوف مع الوقت يبدا يحصل تجويف قلب التربه والميه هتخرج عملت التربه كونسنتريشن وبعد كده تشيل الشارج بتاعك ده شكل سايد وده اللي هو طبعا الفيرتيكال برنس لحد ما نكلكع شويه هو الفيرتيكال برنس كبوست رخيص بس الكلكعه اولا مش هيحقق لك كل اللي انت عايزه لانك انت ما بتحطش عنصر في التربه هيحسن التربه شويه التحسين ده في الغالب بيكون فانكشن في الستريس اللي انت بتحطه في الستريس كبير هيحسن كتير ستريس كبير طيب بس ستريس كبير هتجيب من الماتيريال وساعات يبقى عندك سوفتوير قصص وطبعا مشكلته حلوه بس هو في الاخر خالص هو رخيص الفيرتيكال ترينز في حد ذاتها ما بتحسش التربه ده مجرد بس عنصر عشان يسرع ما بتعدش معاك خلاص ما عندكش حل هتبتدي رايح على حل بس هي المشكله هنا في البراكتيكال رينز المشكله عند الناس كلها في الديزاين بتاع البراكتيكال رينز زي ده بتعمل استيميشن للبروتوكول بتاع التحسين طبعا احيانا بيستخدم معاه الباكيا لما يكون نفس السيستم وكل حاجه بس هو عايز يسرع عايز يقلل الوقت بيستخدم معاه على فكره في البري كونسلتيشن والايام دي في شغالين في ريسيرش اربع خمس مواضيع جديده كل القصه ان انا ازاي اعمل بري كونسلتيشن للتربه وان انا اعرف القصه فيعني احنا كان الاختراع الورد النهارده اللي احنا بنقول حاجه عاديه وشغالين في حاجه الكومباكشن زي ما احنا قلنا ده الشكل بتاع الكومباكشن بعمل معايا الفنس والمحركات وبدلها بقى المحركات اللي فيها بحسن التوصيل الكومباكشن على حسب التربه هي لو معناها كومباكشن ممكن تعمل تبادل كومباكشن او ديناميك كومباكشن الفرق التكنيكال البسيط الفرق بين الفايبر كومباكشن والديناميك كومباكشن فيزيكالي واحد ان انا خلاص انا عملت دمك للتربه تحت تاثير بس الديناميك الفايبر كومباكشن هو عباره عن اساس بيقول لك قلب التربه ممكن بقى الكومباكشن ممكن يوصل لحد اعماق كبيره ممكن يوصل لحد 30 متر 40 متر سريع ممكن يحدد بس الفكره بتاعته معانا شويه. دايناميك كومباكشن هو الصوت اللي بيقع من سطح الارض من فوق محكوم بالليمتد ديبس بتاعك ماكسيموم 10 12 متر بس ارخص شويه. حاجه مش بنتكلم يعني مش حاجه حلوه حاجه وحشه. طيب لو التربه اللي انت هتعمل لها دمك ما ينفعش اعمل لها دمك. لو التربه مثلا مختار مواد نعمل فيها اكتر من 10 15 فانا اعمل ايه؟ انا ممكن احط ممكن احط جواها تربه ينفع دمك واعمل لها دمك اللي هو الستون كولر. الستون كولر الفكره بتاعها ان انا باجي في قلب التربه بقوم جاي حاطط ستونز حاطط زلط واقوم جاي اعمل للزلط ده دمك تحت تاثير ضغط عالي اصبح ان انا مكون قلب التربه حاجه زي عالي. الستون كولر ده هيساعد ان هو يشيل معاك الحاجات الرئيسيه وفي نفس الوقت هيحسن التربه بتاعتك. نفس الكلام بالفرق بين الدرايف والريبليسمنت والديناميك ريبليسمنت القصه كلها قصه ابلكيشنز بس انا خلاص عملت التمرين هو العنصر في شويه كلام على الاستيتمنت بتاع الديناميك ريبليسمنت ان هو مش عالي قوي مقارنه بالستون كولم بس هو ارخص جدا. انا عمال ماشي حالا بالسويب كولم اول حاجه عملنا بالليمت على التربه
بعدين عملنا دم، بعد كده حطينا عنصر أرضي عملنا دم. الحاجة اللي بعد كده أستخدم عنصر جديد أحط بايندر. في حاجة اسمها الديب سول ميكسينج، هجيلك كل شوية تفصيل أكتر. إن أنا بخلط التربة بتاعتي ببايندر بأسمنت كير وكده. الفرق بين الديب سول ميكسينج والحاجة دي بعد كده اسمها شيب جرافي. الديب سول ميكسينج أنا بعمل ميكسينج، بعمل خلط ميكانيكي، ميكانيكي زي اللي بضرب بلوك على المطبخ، انا بقلب التربه بقلب الاسمنت، ده بعمل ديب سول ميكسينج. ديب سول ميكسينج بكون اعمده، دي عباره عن ايه؟ عباره عن معجون التربه اللي موجوده بالاسمنت، بحطهم مع بعض. تقدر تعمل اعمال خلط دي بقى، العب فيها زي ما انت عايز بقى، تخليها الاحمال الرئيسيه، تخليها تشيل الاحمال الجانبيه الاكسجين سبورت، تعرف تجوار تستريح زي ما انت عايز. ممكن مثلا في حاجه اسمها سينجل شوت دوت مالتي، انا هجيب كام كل التفاصيل بتاعتي. النوع الثاني برضه ان انا بخلط التربه عندي بالبايندر اللي هو الشيب جراوند. ايه الفرق بين الشيب جراوند والديب سول ميكسنج؟ في الحالتين انا بقلب التربه مع البايندر، بخلط التربه مع بعض. الديب سول ميكسنج بعمله خلط ميكانيكي، الجيب جراوند بعمله خلط هيدروليك، ده عباره عن هيدروليك ميكسنج. ايه الجيب جراوند؟ هي عباره عن ماسوره كده فيها تحت هنا فتحه، بتطلع الجيب، بتطلع اللي هو الستايل بتاعك الاسمنت والميه، والضغط عالي قوي. على فكره ضغط عالي قوي يعني، او لو ممكن لو انت قطفه ممكن يقطع عليك. وتبدا تقلب التربه. في النهايه خالص بتكون لك عمود في قلب التربه. ممكن بقى تعملها عمدان سنجي، ممكن تعملها عمدان قطعه مع بعضها زي ما انت عايز. ايه الابلكيشن بتاعها؟ اي حاجه انت عايز تعملها بيها اعملها. العنصر اللي انت عملته ده اختار اسمنت فيه عالي قوي، بيقدر يشيل احمر رئيسيه عالي قوي، ممكن يشتغل. شايف هنا الشكل بتاع الباب ده عباره عن كنيسه تقريبا، كانت قاعده تقريبا قديمه، وكل الساند اللي تحت السبورت ده كله ده عباره عن جيب دلوقتي باعمار من اعماق 12 لحد 18، ده كله عباره عن جيب. ده كان في البحرين، ده على الطريق بين السعوديه والبحرين. ده كان اتعمل الجلد ده، وبعد ما اتعمل بدا يلحظ بدا يحصل له شويه كبير. بعد ما رحنا وكتبت الفانكشن القديمه عملنا الجلد ده، وكل الدواء الحمد لله عباره عن جيت كاو. الجيت كاو في الاكثر بتاعها كانت 1.5 1.2 متر، وكتب لحد 2.5. ده كله عباره عن جيت كاو. الميزه في الجيت كاو حاجه من بصراحه هو حلو. ايش هو حلو؟ بس الميزه فيه ايه؟ شكل المكنه شكلها عامل ازاي؟ نظره خالص. المكنه الصغيره، المكنه الصغيره دي لو انت عايز تشوف مثلا ده عباره عن مكنه، ده مبنى قائم اهو، والمكنه اهو شغاله. في عندك هنا قلب المطرون والمكنه شغاله. بعد ما تكون بالدبس اللي عندك شغاله، اشتغل رأسي شغاله هاي وكده. المين ابلكيشن بتاع جيت جراوند اللي انت بتنقص في عندك منشا، احنا العمد لسه مخلصناه في السعوديه، عباره عن مجموعه فلل كانت في تحتها طبقه لبس خرسانه بشكل هاشي. بعد ما الفلل بدات يسقوها بدا يحصل لها هبوط، عملنا كم مجموعه من الشيء. من ممكن شيل دلوقتي اعمل حاجه بالمنظر ده، ان انا كونت الاعمده ورفعت المنشا كله لحد ما عملت له الفلل. الجيت جراوتنج احنا عندنا وورلد ريكورد في الجيت جراوتنج ان احنا عملنا اخطار لحد 4 متر ونص. الفكره في الجيت جراوتنج على قد ما تعرف تعمل الفوت بتاعك اكبر من الفتحه الصغيره بتاعت التليف دي، هتعرف تعمل الجروب اكتر فهتكون اكبر. بس برضه تاني عمال اقول ايه القصه كلها في البوست. تقدر تفهم الحاجات اللي غير الرئيسة دي لك بشكل هتشتغل فين. والجيت جراوندنج معروف ان هو الاكسبنس بتاعه عالي قوي، بيشتغل احسن بكتير جدا من الجيبسون بس. طيب احنا قعدنا حكينا شويه دلوقتي عن بعض شويه بعض الايكس اللي شغالين بدايه من اول مجرد نعمل كل اليودينج، والنهايه ان انا حطيت اللي بيستخدم الكوبا بايندر اللي هو الايدج بتاعي ان انا اخش على البايندر. على الكلام ده كله قبل في عندك مصفوفة لو انت بتبص عليها من كلنا من فوق الابلكيشنز بتاعت ده الراوتنج انت مش شايف. وفي عندك هنا ده بس حاجه زي ستون كولم، في انكورز، في هنا بتاعت الويب درينز،
المكان هو اللي اتشلل، يعني مش عايز هل تعمل سبورت، هل جاب سبشن، هل تعمل قال السيكمنت بتاعك، هل جراوند ووتر كنترول. هتلاقي قدامك هنا كل مثلا الستمنت الاكشن قال الستمنت، ممكن النود درينج يشتغل معاك، ممكن الستور كولم، ممكن الجراوند ستور. طب انا هعمل ده ولا هعمل ده؟ هما ده ده التارجت بتاعي. ده ممكن كل ريحه اعمل ده ولا اعمل ده ولا اعمل ده؟ اختار الزماعه. تعالي افكر بصح حاجه، وانا بتكلم ان انا عندي العلاقه بتاعتي اللي هو السيجمنت مع بعض. وفي عندي نقطه ايه دي تحت تاثير فاونديشن لود معين، انا عندي سيجمنت بس السيجمنت بتاعي ده مش عاجبني، مش ماشي معايا، وانا محتاج ان انا اقلل السيجمنت بتاعي عن قيمه واحد لعن تحمل قيمه ثانيه. نفس المنشا بتاعي ده بحسب السيجمنت بتاعي طلع مثلا 43 سم، مش عاجبني، عايز اقلله 20 سم. دي حالة. الحالة التانية لو انا عندي نقطة تانية بس عندي كونديشن ليد بتاعي اعلى، عندي سبيس ليد مختلف شوية، وعايز تقلل برضه الخطوط بتاعها من النقطة 1 داش لحد نقطة 2 داش. تعال نفترض فرضا ان الفيرجن اللي هتنزله هنا المقدار واحد عند الكونديشن ليد ده مثلا، هو كان هنا 20 عايز تخليه 10، انا اقلل 10، وهنا كان 50 عايز اخليه 40، فانا برضه هقلل 10. بس ايه الفرق بين الكيس دي والكيس دي؟ الفاونديشن ليفل بتاعك او الستريس ليفل بتاعك مختلف. طب هل ده هيفرق معايا في التكنيك؟ هل لو انا عايز اقلل من 10 سم ده 10 سم بس ليه الستريس بتاعي مختلف في التكنيك؟ في الحاله الاولانيه لو انت عايز تقلل حوالي 100 دي، في عندك ده اللي هو الزون بتاع الجراوند جروب، ممكن يشتغل معاك كويس في الزون ده. كومبيرنج تو ايه؟ لانه وزن الشغل. بمعنى ان انت عندك لو انت بتتكلم على سبيس عالي الفايدنج بس هو اللي يشتغل معاك، السوبر مودنج مش هيشتغل معاك. السوبر مودنج بيشتغل معاك كويس قوي لما يكون السبيس ليفل بتاعك قليل مش قليل قوي. بمعنى لو انا مثلا بتكلم عن السبيس ليفل ده، انا ممكن اقلل الهبوط مثلا من 40 سم ممكن لحد 30 لحد 35 لحد 36 اكتر من كده لا كده مش كده. وبالتالي هنا اللي انا عايز اعرفه ان انا عشان اتنقل من الطيب الجراوند كنترول او العكس، ده عباره عن فانكشن ستريس ليفل اللي انت عايزه والسيت اب انت عايز تقلله قد ايه؟ هل انت قلب المنطقه بتاعت الجراوند كنترول ولا المنطقه بتاعت الطيب؟ حاجه ثانيه لو انا عندي مثلا انا ده السيت اب بتاعي وانا عايز اقلله من اول نقطه دي لحد ايه طبعا باين؟ هينفع مش كل بس ملوش داعي. هي الفكره بقى ان انا الموضوع حالا مش مجرد بس البايننج تشتغل تعمل كده بس هل انا فعلا مرتجع منها ولا في عندك بقى المنطقه اللي في النص دي المنطقه اللي فيها الحرب كلها بتاعتك هي ايكوالي بوسبل هما تكنيكالي الاثنين بوسبل ودايما في المنطقه دي البوست اللي هو اللي لان هي المنطقه عارف مش واضحه ممكن ده يشتغل ممكن ده يشتغل ممكن لو واحد الديزاين بتاعه سيب بتاعه شويه ممكن يبقى الامبروفمنت اغلى من البايلينج والعكس دي ناحيه تحب يعني ده من المهندس الشاطر بايزر في المنطقه دي برضه لما افكر ممكن يكون عندك حاجه زاويه بايزر زي ستون كولم او ممكن حاجه تكون ويز بايزر حاجه ويز بايندر زي الكيبسو الميكسين او الجيبرا. طيب انا كده اول حاجه السؤال بتاعي وات تو وين اختار امتى بناء على ايه؟ اول حاجه اول اجابه عندي بناء على الروتين اللي عندي بناء على السيت. طيب الحاجه الثانيه تعالى نفترض فرضا كده ان انا في عندي هنا اربع برودكتس، البرودكت الاول عباره عن ميد جرينز، البرودكت الثاني اللي عندي عباره عن ستون كولم، الثالث ديب سول ميكسنج، الرابع عباره عن بايب. لو انت شايف كده لو انت خدتها اختي او خدتها اختي مثلا ان لو احنا مثلا بنتكلم نقطه ايه لو انت عندك عند سيت المنت مثلا 10 هتقدر تشيل ده القيمه بتاعت اللود اللي عندك، الستون كولا هتشيل قيمه اللود اعلى، ديب سول ميكسنج هتشيل قيمه اللود اعلى، الفايل انت هتشيل قيمه اللود اعلى بس. خد بالك عليك.
لا 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 انا بتكلم جنرال، انا ما اقدرش انا اديك رقم لان الرقم ده بيختلف على مليون الف حاجه. لا رينج، مفيش رينج. هتعملي الديب سول ميكس بتاع القطر بتاعه 60 سنتي، على فكره الديب سول ميكس احنا ممكن نعمل لحد 5 سنتي. اخبط قطاع اسمنت عالي ولا قليل؟ تنزلي عمق كام؟ الارض مش عامله ايه؟ الارض مش عامله ايه؟ فهو للاسف مفيش رينج، بس هو الرينج ده هيجي لك من الخبره. وانت كده انت عارفه انا بدور في انهي رينج، انت عارفه انا بدور فين. لو انا بقول لك مثلا مبنى مثلا 20 دور، مستحيل اقول لهم جريدز، مش مستحيل، عمرها ما هتعالج الراجل ده. لو احنا هنيجي بعد كده ان شاء الله في مراحل ثانيه نتكلم على كل منتج بالتفصيل، ممكن نحط حاجات غير شبيهه. طيب خد بالك بقى الكوست، وانا ماشي كده الكوست، الكوست هو تبدل كده يعني ايه؟ ان ده ممكن يكون واحد اثنين ثلاثه، بمعنى ممكن عشان انت تنقل مثلا من لو هي كان المفروض تعملها ويب جرينز وانت عملتها ستون كولم، ممكن الكوست تكون مثلا مرتين ثلاثه اربعه وتبقى. ممكن لو انت اخذت القرار غلط من ديب سول ميكس اللي عملتها فايلز، ممكن يكون الكوست مرتين ثلاثه اربعه، ممكن من ويب جرينز لحد فايل 10. بالك من الاثنين مش بتزيد طرد، بتزيد مرتبه جايه. حاجه ثانيه الزمن، ايه هو الزمن؟ حاجه برضه استرشاديه كده، انا ممكن يكون عندي مثلا الديب سول ميكس ممكن ياخد شهر مقارنه بالستون كولم يكون اقطع شويه منه، الباين يكون اقطع، لكن الديب بريد على الرغم ان هو ارخص حاجه ياخد كولم. فانت دلوقتي انت عارف ان انا بختار البرودكت بناء على مع الاستريس، بناء على السيتلمنت، بناء على الكوست، بناء على الزمن. الحاجه الثالثه والحاجه الاخيره خالص بقى عندي اللي هو نقطه. ايه هو التربه؟ لو انت بتتكلم التربه اللي عندك مثلا سيرتو بلاي، انت غالبا هتكون بتشتغل بيه بريت، مش معنى ان بعملها كده. طيب لو انا بتكلم ان انا عندي التربه بتاعتي رمل او زلط، وانا اعمل لها الكومباشن واشتغل معاها المعلومه دي قبل جدا. وتبقى هل هو بقى بايب كومباشن ولا في حاله الريبليسمنت؟ الريبليسمنت هو يشتغل معاك كل حاجه. بس هنا انا معلش انا لسه احط هنا شويه خط كده، بمعنى ان هو يعني نظريا ينفع بس منطقيا مش معنى. انا ليه احط ليه استبدل الزلط بزلط؟ هو نظريا لو انت عملتها مش هقول لا، بس هو مش معنى. الجيم سول ميكسنج بيشتغل معاك في كل حاجه، بس الجيم سول ميكسنج ما بيشتغلش في قلب الزلط عشان خاطر التون نفسها، المكنه نفسها صعب انها تقلب الزلط، هو ده اكتر على الانفكشن على التون. وفي النهايه عندك البايلنج بيشتغل. فده اخر حاجه عندنا هنعمل فيه امتى؟ بناء على النقطة. مستقر في نقطة كلها. انت لازم تكون تحت كده. عمال بتزود الاستيتمنت بتاعك، بس عمال بتزود الكوست. طيب دي كانت بس كده انتروداكشن عن بصفة عامة عن الجراوند. نخش بقى دلوقتي على حاجة من الجراوند اللي انا ما اتكلمتش عنها خالص، اللي هي مثلا حاجة اسمها الريجن. تعال نفترض كده ان انا في عندي طبق السوفت وير وفي عندي قاعده فوق القاعده. عشان احط المنشا بتاع القاعده دي هيحصل عندي ريبوت نتيجه وجود طبق السوفت وير فيه، وبالتالي محتاج اعمل حاجه. الحاجه دي ممكن تكون ايه؟ انا عامل سوفت وير. لانك عملت سوفت وير حسنت الطبقه بتاعتي والطبقه شكلها احسن شويه صغيرين. خلاص هتشتغل معاهم في الشركه. ممكن اروح اعمل طيب تمام. بس معلش هو انت شايف الفرق بين العمق بتاع البايلينج والعمق بتاع المنطقه بتاعت الستون كولم؟ ايه الفرق بين هنا؟ الستون كولم عباره عن سويل امبروف، ده حاجه بعمل لها امبروف كده، انا بحافظ على خاصيه مهمه قوي في التربه اللي هو علاقه الايكاد مع العمق. انا لما بحط عندي تربه لما يكون عندي منشا تمام، الايكاد بيحصل لي مع العمق، الايكاد بيقل، وبالتالي لما انا بقش الايجاد نفسه هيقل مع العمر، وبالتالي لما انا اعمل امبروفمنت للمنطقه دي هنا حتى دي لو مش قويه قوي مش مهم قوي، لان قيمه الايجاد اللي جايلها قليله، وبالتالي هيكون المفروض اللي جاي منها قليل. لكن لو انت جيت سعادتك هنا عملت بايز والبايز وقف لحد هنا، لا مش هينفع ليه؟ لان البايز هتقل كل الايجاد. اجيب ايه؟ ليه ده؟ بحاول اهرب من البايز عشان ما اخسرش الخصيه. انت البايز
بتنقل الاجهاد بتاعك بتاعك. وبالتالي هنا نقلت الاجهاد بتاعك. لازم ننزل بقى حد يحتاج طبعا محترمة قوية تشيل ايه. طب سؤال بقى. لو انا جيت عملت كده. شوية حاجات صغيرة اعملها في الكمبيوتر. مش لمسة قاعدة ومش وسط حد تحت وهي كده. اشتغلت. كده انا عملت دلوقتي الطبقه دي عندها ضعيفه فانا جيت دخلت شويه اعمال كده في الدوره نازله في الطبقه الطويله اللي تحت شويه وفي الطبقه اللي فوق الطويله اللي فوق شويه وخلاص وكنت بتدخل على المشهد بتاعي اشتغل هو ده الفكره بتاعت الريجن الهيستوري بتاع الريجن انكلوجن في ايطاليا في 1850 1860 هم لاحظوا ايامها كان الجمعيه كل حاجه عباره عن خوازيق خشب كانت بتطلع عباره عن خوازيق خشب وبعدين يمدحوا في وقت تاني هم لاحظوا ان بيجي يعملوا الخوازيق الخشب دي ولسبب غلط خوازيق الخشب المفروض يتحط ما تحت فوق التكييف مستوى التقسيم بتاعه ما كانش مظبوط فهو قام جاي حاطط متر رمل وبعدين حط واصبح ان الخوازيق الخشب مش لامس التانك على طول لاحظوا ان التانك ده احسن واحد اكتر من الثاني وده ما حضرش قد كده كانت البدايه بتاعت طبعا بدا يفسرها حاجات كده بقى بس انت عندك ما بيكونش التركيز بتاع الاجهاد على الراس بتاع الخازوق من فوق وكان للقرش تفسير كده بس ما كانش في حد عنده الثيوري المظبوطه بتاعها او التفسير ده الكلام ده كان في الطريقه بقى في القرن 19 جه في المكسيك كان في مهندس جيوتكنيكال انجينير هو كان شاطر وبدا يحط افكار عايز يتخيلها يعني شايف ان حاجات ممكن يعملها احسن من بس يحط فيها شويه سوفت وير دي كانت احدى الافكار اللي هو كان بيفكر فيها ان انا ممكن احط شويه فايلز تحت وشويه فايلز فوق بس مش ماسكين مع بعض هتعمل ايه هو مش عارف بس هي تعمل حاجه كويسه برضه نفس المهندس برضه عمل الفكره الثانيه ده المنشأ بتاعك وشايف ده الرفت وهنا في البايلز وهنا في عندك هنا حاجه زي الجاب كده في هنا في جاب فجوه هنا كده بحيث ان انت عندك الحمل بتاع المنشأ تيجي على الفاونديشن تيجي على التربه وبعدين هتسمح ان البايلز تتحرك شويه جوه الفاونديشن انت متخيل؟ وبرده دي كانت فكره الكبير ثيوري بتاعها ما كانش عنده تفسير اشتغل اليابان في 1977 كانت بدات الفكره بتاعهم ان هم في الري ويز ان هم يحطوا عناصر في ارض الارض اللي هو الفايل البنكي وكانت بتشتغل معاهم كويس. نفس الكلام برضه في السويد في المانيا الكلام كله اللي هو كانت ظهرت في البنك هم عايزين في البنك يحط عناصر في ارض الارض حاجه عشان الفايل وبعدين يحطوا فوق الطبقه بالظبط وفي فوق الري ويز بتاعهم شغال عادي جدا. طبعا لو انتوا حد يعرف الكوبري المشهور ده يوم انت يوم ده كوبري مشهور وكان الفاونديشن بتاعته من تحت دي كلها عباره عن مقاسين المعدن المصروعه كانت بتتراوح حوالي 2 متر واعتقد الطول بتاعها كان 35 متر كورونا وجاي حاطط فوقها هنا طبقه قشن كده من الزلط وحاطط فوقها المنشأ هو هنا كان الشغل بتاعها اكتر عشان خاطر الزلازل مش عشان خاطر الجو بتاعه بس برضه كانت فكره ان هو يحط عنصر ويفصلوا عن العدد ده. كده الفكره الهيستوري قبل ما يظهر حاجه اسمها الكبير بشكل بتاع الريجنال. التطور بتاعها بقى التطور العلمي بتاعها الريجنال كمان يعتبر حاجه زي هو مش اختراع فرنساوي هو عارف الكوفالي في فرنسا حط الفريم بتاعه العلمي في قلب فرنسا في حاجه اسمها الاسكيما كان عباره عن بروجكت ظهر في 2006 ل 2013 جمع بقى كل الباكجراوند القديمه وبدا يحطها في صوره معادلات وشرطات وايه هو الديستريبيوشن ممكن يركز ازاي. بعد 2011 بدا الواد انجل فيجن بتاعه وبدا ينتشر في اوروبا لحد النهارده في اوروبا الستاندرد في الشيب بتصير لو عايز انت تصمم انجل فيجن وطبعا بقى في العالم كله بدات الاتش ديز ده والريسيرش شغال على الريجن فيجن وما زالت طبعا شغاله في حتى البايلز اللي احنا شغالين فتره عندنا ما زال فيها كتير شغال دي حاجه مشكله. السيري بقى ده اللي هو الفرنش ستاندرد الفرنش بوجن ده بقى فسر ازاي الريجن ايه هو الريجن
انا افترض ان في عندي كده اربع حاجات. الحاله الاولى ان انا عندي بس كونديشن هي خلص. الحاله الثانيه ان انا عندي واي كونديشن. الحاله الثالثه اللي هو الكومباين واي كونديشن. والحاله الرابعه ان في عندي ايلمنتس قد الضربه مرفوعه عنها. معلش هو ايه الفرق بين الحاله الثانيه والحاله الثالثه؟ الحالة الثانية والحالة الحالة الثانية عملية هي موجودة في الكورة كده هي موجودة حاجة موجودة مش حاجة اسمها ان انا احط محط بايز قلب الكورة واحط رفع عليها وبعد كده اقول كده بقى مش حاجة مش عايز. هو احنا الاسامشن بتاعنا احنا الفرض اللي احنا بنصمم الجرافيك ومشينا عليه ان احنا بنفترض ان كل الحمل بتاعك هيروح حتى البايز هيروح حتى البايز الكورة مش شايفة حاجة. انت الحالة دي ده ثيوريتيك يبقى احنا شغالين بقى حتى النهارده. لاحظوا بقى ان عشان خاطر بيكون معامل الامن بتاعك عالي قوي وبتبقى ممكن تشيل قوي فبدا يسمح لك ان انت تعمل حاجه اسمها الكومباين ده هي هيها برضه بس ان انت هتدخل معاك في الحساب المقدار او البول بورشن اللي المفروض ما تشيلها اصبح اسمها باي فور بس في الحقيقه الاثنين واحد نظريا. ايه بقى الريج انكلوجن اللي هو العنصر اللي تحت ارض التربه وهنا في سبيس او مسافه بينه وبين بتاعك هي الصورة اللي كده مقطوعة من الفريش ستار. الفريش ستار بيقول لك ان لو انا في عندي ده اللي هو العنصر بتاع اللي احنا بنقسم كلها هو حاجة ده الخط اللي انت قلت له دول وفي عندك هنا ال تي بي خلاص كده ده فوق فانت بتحط الحمل بتاعك من فوق. الحالة دي القاعدة متصلة على طول بالبايبس وبالتالي بتحط عندك هنا منشأ او بتحط عندك هنا احمال الحمل بيروح فين الاول؟ تروح على البايلز وبعدين البايلز بيحصل له ديفورميشن البايلز بينفض شويه نتيجه الديفورميشن ده بيدي اجهاد على التربه تبقى بتشيل الاول اللود راح للبايل وبعدين البايل شال اللي هو عايزه وبعدين حصل له ديفورميشن نتيجه الديفورميشن ده حمل شويه على التربه التربه تشيل لكن هنا لا العكس هنا الحمل بتاعك الاول بيجي على الانتي تخيل كان عندك دائرة دي كل الإجهاد كان بيجي طبعا في جزء شوية بيروح للطيب بس ده كله جاي عليه هيبدأ يحصل له إيه؟ هيبدأ يحصل له قلوب هيبدأ يحصل له عندك ده هنا هنا في قوة ضعيفة وهنا في عندك خلاص هيبدأ يحصل له الإيلمنت بتاعه هيحصل له شوية بنش في القلب اللي بيجي من فوق. طيب تعالى نبص هنا كده ده هنا الحمل جاي على الطبقة القوية بيجي قوي بيجي قوي خد شويه اجهاد وبعد كده حمل على الطبقه دي الفايل اللي عندي ده عنصر موجود في التربه عادي بدا الطبقه دي بدا يحصل لها هبوط بدات تعمل على الجسم بتاع العنصر بتاعي بدات مسكين فريشن اللي كده ودي تبص هنا كده الحمل جه على الطبقه الطبقه هنا التربه يحصل لها هبوط العنصر بتاعي مش هيحصل له هبوط بدا يجي عليه هنا بدات مسكين فريشن بدا السيستم كله يتحرك مع بعضه تحت بعد ما يتحرك مع بعضه تحت العنصر بتاعي ده بدا عايز يتحرك من التربه لتحت وما تحت مش عليها اجهاد تعمل عليه بوست اكسبلينيشن اصبح السكيل بتاعك كله اشتغل مع هي الفكره بتاعتها تاني كده ان الاجهاد لو انت وصلتهم مع بعض دايركتلي هيروح من القلب القعده بتاعتك لحد الباين هيشتغل كله باين عادي وبعدين اللي هيجي على الطربه هيبقى كلها تحت تاثير اجهاد واحد ممكن هنا نظريا ما يكونش عندك فريكشن لان الباين والطربه يتحركوا مع بعض مفيش فريكشن الفريكشن هيجي منين؟ من الريلاتيف موشن لكن هنا العكس لا هنا هيجي الاول على التربه التربه هتتحرك والعنصر بتاعك مش متحرك هتعمل عليه السكين فريكشن وتحت النيوترال زون ده النيوترال اكسلنت هيبدا السكين بتاعك وبالتالي ده كده ده هو الميكانيزم بتاع الرجل هيحصل هبوط؟ اه هيحصل شويه بس هيحصل ايه؟ هيحصل ديستريبيوشن بين السويل وبين الالمنت طبعا لو التسليم بتاعك غلط ممكن يحصل بانش فوق ممكن يحصل بانش تحت ممكن لو الاجهاد عالي او ممكن العنصر ده يتكسر خايف ان هو ده النقطه. هنتكلم على الحاله العاديه هيكسب ايه؟ هيكسب. طيب لو بنتكلم بقى على البورشن بتاع السلم ممكن يكون في ايد ده عشان ده برضه بياكد الكلام ان الجروب عباره عن جروب يعني احنا في الاول بس بنجينا عملناها ان انا عندي الفايلز هيديك
تشيل احمال عالي قوي والسيجمنت طيب هنا هنا هيبقى فيه ان عشان السيستم يشتغل هيحصل ثاني السيستم ده فليكسبل ده مش مايت ده مش الليمت العالي بتاع المايت لو انت تصمم لحد ما غلط هيحصل برضه ده نفس اللي هيحصل بانشنج وهيحصل سيستم بتاعك. طيب لو بنتكلم عن البورشن بقى بتاع النقط التوزيع بين التربه وبين المايت شكلها او الليمت في الحاله الاولانيه وهنطلع عن طب اللي انت مش شايفه. طب الحاله الثانيه هنا نظريا كل واحد على الفايل والكونس تول عندك مش شايفه نظريا. الحاله الثالثه اللي هو الكومباين فايل ده الزاني تشارلز كلها بتتكلم ان انت بتسمح للتربه انها بتشيل من 20 دقيقة ممكن تتجاوز لحد 5% مش 40% والباقي عندك بيشيل من 70%. طب الحاله دي بقى معرفش انا معرفش ان هو السيستم شغال مع بعض هو في جزء عندك جاي على الفايل على الايمنز بتاعك وجزء جاي منه على التربه ان الايمنز نفسه برضه هيشيل دايركت الجزء اللي فوق يشيل والتربه نفسها برضه هتشيل وبعدين في جزء هيروح على الفريكشن النيجاتيف هيجي يروح جزء السيستم كله شغال مع بعض. معلش انا عشان بس جيت متاخر فاعذرني واساتذتي فاعذرني هو ال LTP انك انت بتعمل structural fill له مواصفات معينه ساعات بحط جوه ذكرت المواصفات في البرزنتيشن هو المواصفات كلها موجوده في يعني اديني فكره ادينا فكره عن ايه الاستراكشرال فيل اللي حضرتك هتعتمد عليه ان هو يشتغل وينقل اللود لكل فايل ينقل اللود مش حضرتك دلوقتي مسميها ال تي بي LTP stands for ايه بقى؟ Load Transfer Platform. ايه مواصفات البلاتفورم ده كسويل بقى؟ مجرد تربة عادية متدرجة عادي رمل عادي؟ رمل عادي والكومباكشن فيه مثلا 95% 95% ودي تنقل اللود للفايلز؟ انا مش عايز انقل اللود انا عايز السيستم يشتغل بمنظر ده كده هتشتغل هتشتغل لو السمك بتاعها قليل قوي يحصل لها طب انا مش من مصلحتي بصراحة لو انا عندي فيري سوفت كلاي واساتذتي قاعدين قدامي يصلحوا لي مش هيشتغل ده راح بقى لو انا عندي فيري سوفت كلاي انا عايز اللود يتنقل دايركت للفايلز مش هيشتغل لو انا هنا الطبقه كلها فيري سوفت كلاي ده كله هيبقى عباره عن نيجاتيف سكيل بيرسون مش هيشتغل بالظبط طب انا ده مفيش حاجه اسمها الحل الذهبي اللي اشتغل في الحاله دي مفيش حاجه اسمها حل ذهبي بنتكلم على الكومباكشن ما ينفعش نعمل كومباكشن بس في حاجه اسمها كومباكشن ده كيس يشتغل في نقطة معينة. وبالتالي فعلا لو هنا سوفت بلاي هتبقى نقطة فيري سوفت ده كله عالي ده كله عبارة عن طب ما ايه الكيس اللي بيشتغل فيها بقى؟ لو التربة دي مثلا لو ميديم بلاي ميديم ستيف ميديم ستيف بلاي بيشتغل. لا ايه ده؟ نوع طيب. فهمت معلش. نوع طيب. نوع ايه؟ نوع طيب. مش طيب. اه ده انا لسه جاي عليه. لسه جاي عليه. هيشتغل معايا لو في صوت دي مش لو في صوت عندي تورم ليجر تحت تورم ليجر في الفيشن هيتنقل للتورم ليجر كده صح هو هيشتغل بس كده هيشتغل في الموبايل كده هيشتغل في الموبايل الشيء كله عباره عن فيشن تحت او ليج بريك تحت لا الحمد لله وطبعا انا اي عنصر احطه قدام التورم هيعمل انا حالة برضو مش بتكلم ان هو هيشتغل هيبقى ولا هيشتغل هو لو انا في التربه دي كلها سوفت وير وعندك ال تي بي عالي الحب كله هينزل تحت يشتغل بس كده ده هو الفايل ما يعتبرش ريجن انفكشن بتاع ولازم يكون في فيرم وير تحت مش لازم بس التربه هيزيد عندك او باك لان الجزء اللي طلعت فيها بوست انفكشن هو اللي هيشيل الديسك انفكشن لا مفيش فورم ليير كله هينزل هو في السيستم ده كده هيبقى في عندك ده الطول ده محتاج ان انا في الديزاين اطوله قوي عشان يتولد هنا في بوست انفكشن كتير قوي يشيل من الديسكريبشن كتير قوي وبرده القصه كلها قصه ديزاين برضه يعني هو ما هو انا ال ال تي بي ده بيتصمم ولا محتاج ان انا احط فيه جيتك ستايل او ولا حاجه عشان ما هو بنش ولا لا هل السوق بتاع ده كان خليه قد ايه عشان يكمل ال نفسه ده
الكور بتاعه قد ايه السبيسنج قد ايه هو سيستم كانه هيجي بس اكون بايظ عادي لو انت زودت عن الليميتس بتاعه الزاويه بتاعك هيحصل كده وطالما كده تعمل ايه لا لو انت جيت بقى ما هيجي بقى تقارنها قبل بقى لو انا مثلا ممكن اوريك في كيس ان هتطور لو انت هتيجي تصمم بايظ وهتيجي تحمل كل الحته الضبط اللي تحت عشان تشيل السيستم بتاعك كله ممكن مثلا بايظ يكون سمكه 35 متر بس 35 متر ده هيديك هبوط ل 3 متر لو انا السيستم بتاعي يسمح لي ان انا اعمل سيستم مور فليكس مش مثلا حد 1 سم 2 سم فان انا نسيبه في 35 متر ممكن ابقى 15 متر ليه؟ ان انا البايز هنا الحمل كله هروح على البايز مش على التربه تمشي معايا وبالتالي هنا لو التربه ضعيفه خالص مش هتشيل كتير اصلا مش منطقي ان انا اعملها او ان انا هشتغل كانه بايز هو فلوس الماسوره دي لها باور من تحت فانا نزلت قبل التربه
مال كبير ما لو هم يسحبوا نفسه. انا بحاول ان انا اعمل الحاجه بتاعتي في الفلوس بس ما طلعش اللي بحاول. كل لما تعملها كده هتزود الاحتياج بتاعك العنصر بتاعك هيشتغل. يعني تنزل ازاي بس؟ الدق بقى باي بوشنج والدايمتر قد ايه بقى؟ الدايمتر؟ في الغالب لحد 50 سنتي. فانت بتعملها كانك تعمل ديسبيسمنت. دي ديسبيسمنت، هي فول ديسبيسمنت. فول ديسبيسمنت بعدين تروح مليها؟ مليها خرسانة. مطلع. أصبح العنصر عندي مطلع. ممكن تتعمل هو ست ممكن تعمل كانها بريكاست كانها عنصر عادي بريكاست عادي وتحط في العنصر. ليه مفتوحه هي بتتفتح من تحت؟ لا من تحت. ليه بقى؟ عشان انا مش عايز الماسوره انا عايز اخلصها عشان تسحب تحت. او ممكن العنصر بتاعي يكون عباره عن بريكاست انا احط عنصر او الطبق بتاعي ليه؟ هتعمله امتى؟ لو انت عايز بقى عندك مشاكل بقى في السلازل عندك احمال بالنسبه للتربه عندك اسلوب عندك حاجات تشغل هو في النهايه خالص انت بتتعامل معاه بنفس الفكر بتاعك العادي بتاع اللي هو الفكر بتاع الديزاين مش الفكر بتاع الاستنتاج يعني مش الفكر بتاع الديزاين انا بصمم ازاي. طيب تطور في الفكره بتاعت الريجن انكلوجن. الريجن انكلوجن ده عباره عن عنصر قلب التربه العنصر ده مفيش فيه تسريح وبالتالي بيكون عندي منشا في عندي مش ده عليه احمال زلازل الحمل بتاع الزلازل ده الحمل الوسط بتاعه ده هيتنقل احنا في ال تي بي هيتنقل من التنسيق بلاك فورد ومنها هينزل لحد الراس بتاع العنصر بتاعي اللي مفيش فيها تسليح ممكن يبقى عليها فيديو ممكن يكون يكسر وارد تمام وارد حاجه ثانيه كمان ان ممكن ال تي بي ده يكون السمك بتاعه صغير يكسر بنشر طب انا ازاي اتقاضى عن الكسر ازاي احسن الكبيرة بتاع السيستم عملنا حاجه اسمها اللي هو الميكس كولم او الهايبر كولم ده عباره عن عنصر الجزء اللي تحت بتاعه ده عباره عن ريش انكلوجن عادي والابر كاب بتاعته عباره عن ستون كولم هو عباره عن عنصر الجزء اللي تحت عباره عن ريش انكلوجن عباره عن عنصر خرسانه والراس بتاعته اللي فوق كله عباره عن ستون كولم طب ده هيعمل ايه؟ هيعمل الحاجات كلها اللي انا عايزها هيسمح بشويه ديفورميشن فوق وينقل الحمل اللي عباره عن تربه على التربه التربة على العنصر بتاعي تعمل هنا سكين فليكشن يكسر تحت وزنك السيستم بتاعك في نفس الوقت العنصر ده مش هيحصل له بقى بانشنج فوق يشتغل معايا عادي التركيز بتاعه ان انا بعمل الريجن كام بتاعي عادي خالص وبعدين باجي للمكنة بتاعتي ستون كولوم وجاي اعمل الكور بتاع ستون كولوم والعنصر مش شكله عامل ازاي ده شكله عامل ده اللي هو الريجن كام بتاعك ده اللي هو الطبق بتاعي ده الفكره بتاعتي مثلا بدل ما انا اعمل نيوتن ترانسفير بلاك فورد والضخامه دي كلها عشان الشيء ده كده عندي ممكن اعمل طبعا هيكون في برضه نيوتن ترانسفير بلاك فورد بس مش بالحجم الكبير اللي انت عايزه والجزء اللي انت عملته ده نفسي يعني بقى يحل لك مشاكل كتير جدا بعد في الاحمال الجانبيه وفي التنشن كنا في شغل لسه مخلصينها من اسبوع وكان بحسبنا البيندنج مومنت اللي موجود على الراس بتاع الريجن انكلوجن في الحاله اللي بيكون عندك ال تي بي بس او بيكون عندك فيبر كولم نفس الديزاين نفس الكريتيريا نفس كل حاجه كان هنا كان البيندنج مومنت على 40 نوصل لحد 15 السيستم بتاعي شغال في حاله كانت ده كيس استراتيجي كان عندنا في كواليتي باس تيرمينال في فرنسا ده شكل السود بروفايل بتاعك السود بروفايل كله عباره عن ده كل حاجه ده طبقه على سلت على ايه الاعماق بتاعها لحد قد ايه ده كان الديزاين بتاعك الاول خالص كان عباره عن بورد باير اعتقد الديزاين بتاعك ده عباره عن كان عباره عن دي بورد باير وكنت توصل لحد طبقه الجرانيت تحت عشان توصل لها انجليزي فكانت البورد باير الاعماق بتاعها 50 ده كان يعتبر من الاشياء الضخمه اللي عملناها بتاع الهايبرد طبعا كمان عملها طبعا بالظبط بتقدم بقى حاجه دي بتقدم بيندنج في ديزاين فلو انت في الحاجه العاديه هيطلب منك مودل كالكوليشن اللي هيطلب منك 3 دي موديل وهيطلب منك فاليديشن ميك فاحنا مشينا في القصه كلها من طلب فيريفيكيشن لابسس عمل لابسس 3 دي كان مطلوب الديفرنشال سيتمنت بين كل عنصر والتاني
لو انت جاي تبص كده ده اللي هو الريجن انكلوجن، والجزء اللي فوق ده اللي هو الستون بول اللي فوق اللي هو الطبقه تحت. ده كان الموقع بتاعنا، كان الديزاين بتاعه في الاخر خالص اتعمل ده العنصر بتاعه باعماق 30 متر. ده شكل الوصول نفسها والاطلاق يعني انزل من الاخر صنع الفوق. ده السيمي بتاع الصوره، وده اللي هو البريكتور عشان تنزل الفوق. ده اللي كان على الستون فوق اول شويه، ده اللي هو ده المكنه اللي ورا دي، دي المكنه بتاعت الريجن انكلوجن، والمكنه اللي قدام بتاع الابر ستون اللي هو تنفيذ الستون. وده شكل القطاع بتاعنا. معلش ايه اللي فات؟ على سيرة الفرصات. لا هو الباينز هنا دايما القصه قصه قصه. يعني هو الباينز خيشيلة السيموليشن. مفيش الكلام. ولو السيم بتاعك 1 سم يبقى 1 سم. ولو نص سم يبقى 2 سم. فهو هنا لا هو هنا. كملين في بتاع 5 سنتي، وبالتالي في عندك اسباس ان انت ممكن تقدم حاجه في الطريق. اللي هو القصه الثانيه يعني احنا نعرفها اكتر بقى اللي هو عشان احنا شغالين بالحسابات، هو الكوست معظمه ايه؟ لو انا هعمل حاجه في الكمبيوتر، لو انا هعمل كونسل في الموقع، معظم الكوست جاي من الديوريشن. انا الماتيريال بتاعتي هي ماتيريال، انت قبل خالص مش مشكله. لكن لو انت المكنه نفسها والمهندسين والطاقم ده لو هيقعدوا في الموقع شهر، كلام هيقعدوا شهرين، كلام هيقعدوا 3 شهور. صدقني لو هم هيقعدوا شهر بدل شهر هيقعدوا 3 شهور، قصه بتضعف. التكلفه هتبقى وبالتالي العنصر بتاعك اللي انت هتعمله بغض النظر عن هو هيشتغل ازاي تكنيكال، لازم هو لازم يحقق التكنيكال بتاعه. لو العنصر ده البرودكشن بتاعه عالي وهتعمله في وقت قليل هيبقى ارخص بكتير. فهو هنا اللي لا الرقم ده يعني رقم جبار شويه، ان هو هنا كان التارجت بتاعنا كان 1000 لينير متر بير شيفت بريك. انت ممكن تعمل 1000 لينير متر بير شيفت بريك. لو تيجي تقارن الرقم ده بالبايز لا رقم جبار. حققنا الافرج بتاعنا كانت في احيانا كانت الهيت بتاعها 1600. فهنا ده برضه ده جزء جاي انت ما انتش حاسس، انت احيانا كل ما تفكر فيه انت بتقارن البيهيفير بالكالكوليشن بالكالكوليشن. لا انت لو تيجي تبص على الوفر اللي هيجيلك من الدكتور دي لا عالي عالي جدا. المشروع ده خلص في 4 شهور، ده لو كان هيتعمل كويس ممكن يخلص في 1.5 سنة. كل الفرق ده طبعا طبعا. طيب انا عندي في الكورس ماتيريال هو بتقارن العنصر اللي جوه التربه ولا السيستم كله؟ لان لو هعمل بايلز هعمل كاب، وبعد اعمل كاب هيبقى بس ليه عندي هيطلع مني يخش في الكاب، والكاب ده اصلا كام متر؟ متر ونص، متر 20. فلو انا هقارن لكن هنا هتعمل ايه؟ هتحط العنصر بتاعك ويو ترانسفير بقى كل وبعد منفصل. فلو هتقارن السيستم ده كله وفر ماتيريال 50. وانا اضاف بقى في الوفر بتاع التايم ديوريشن بتاع وبالتالي هتلاقي في الاخر خالص ممكن السيستم بتاع ريجن انكلوجن لو انت عملته ماشي هيكون اوفر من الثاني 70%. وعشان انت خايف زود كل حاجه، يعني عارف زود معاملات الامان بتاعتك، بدل ما انت محتاج تعمله 10 متر اعمله 12، بدل ما محتاج تعمل قطر 30 سم اعمله 40، اعمله 50، زود الفاكتور. وانت بتحسب الفريكشن الفاكتور بتاعك مثلا الثلثين لا احسبه بنص. لا خالص. لا احنا هنتكلم في حاجات من 2006. لا معلش هو مش احنا اللي اخترعنا الديجيتال. لا احنا واحد بيعمل في العالم فيه 500 بيولوجي انكلوجن. البيولوجي انكلوجن دايما بيطلع من الجامعات، الفكر نفسه بيطلع من الجامعات. في رسائل دكتوراه وماجستير وابحاث عن العلاقه بتاع البورشن ده، وكل اكس هيكون مكانه فين، واعترض ازاي في حاله التربه، ولو انت عندك ممكن تعمل ازاي. فبالنسبه لنا احنا تابعنا بس في ناس بتتابع اصلا من 2000 ل 2006. فالعلاقات كلها بتتابع دايما. الميزه في حاجه
هتلاقي معظم التيارات جايه من الحاجات التقليديه، ان عشان دي تقليديه ما بيطرحش فيها اول اسلوب. لكن انت تيجي تتكلم مع واحد ان عامل حاجه عمرك ما تهيبه مثلا من ناحيه ثانيه، هيبقى من ناحيه حسابات ويبقى من ناحيه 3 دي وهيبقى من ناحيه كواليتي كنترول وهيكون موجود في موقع بيعملها. دايما الخطر كله هم من الحاجات التقليديه ما بتتعاملش بصوره كوميرشال. بس تاني انا مش بعرف ان احنا اخترعناها، مش ان احنا اخترعناها. طيب المنتج اللي بعد كده او الحاجه اللي بعد كده دي حاجه اسمها الديب سيرفيس. الديب ده انا بحاول اعرض حاجات لحد ما مش موجوده في السوق المصري. ليه مش موجوده؟ مش لانها وحشه، مش موجوده لان احنا ببساطه احنا متاخرين 20 30 سنه. يعني كل القصه مش اهانه لنا ولا حاجه وحشه، بس كل القصه ان احنا في عندنا 20 30 سنه. تلاقي الحاجه دي موجوده حاجه مثلا في اوروبا بقى لها 40 سنه وعلى ما هتجيلنا. يعني كل القصه انها على ما هتجيلنا. هل هي هتيجي ده امر واقع هو امر الموضوع ده خالص كويس كان موجود هناك وبعد كده هو بيجي عندنا في احنا لما اجي اجي كده لا اول خوف لا لا ابدا هتقول الموبيلايزيشن بتاع الكود بتاع صح خلاص صح خلص الموضوع ما قرب للمعدة صح 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 طبعا خلي كده تجيب المعدة وتخليها هنا اهو وهي تشتغل طبعا لا لا صح لا صح عشان كده انا خلاص اقول لك انا بعرض الفكره مش طلع اللي يعملها صح. انا قصدي تاخير 30 40 سنه مش احنا لا طبعا مش احنا بس لا 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 مش احنا بس طبعا هات المعده وتعالى لا صح مش احنا بس صح. الحاجه الثانيه اللي هي اسمها الديب سيرفيس. ايه الفكره بتاعت الديب سيرفيس؟ ان هم في اماكن معينه لا الطلبه بتاعتك بتحط رمل وانا محتاج ان انا احط رمل اعمل حاجه زي كده. عارف احنا عندنا في مصر كانت معموله حاجه زمان اسمها ادرس كهرباء. جيت من كده بقى بس الكهرباني ان انا بقى جاي احط تحت القعده بتاعي واحط خرسانه مش حلوه قوي واعمل المشا بتاعي. ده ظهر عندنا احنا قبل ما نزل الفكره الكونسيبت بتاع الانسوليس. الانسوليس ميكسنج ان انا تحت القعده طب انا عندي طلبه تحت رمل. الرمل ده حلو. بس مش محقق اللي انا عايزه. طب لو انا قلبت بشويه اسمنت هيبقى احلى. صح كده؟ هي دي كل القصه. لو قلبت اسمنت هيبقى احلى. هيبقى احسن شويه. ظهر القصه بتاعت الانسوليس. وبعدين بدات الفكره اتطورت بقى كل واحد بدا يعمل لك الفكره بتاعته والابلكيشن بتاعته والتول بشكل عام. معظم الشغل في الجيوتكنيكال هو اكتر منه شغل في التولز. بعيد ان انت عندك تعرف عندك المكنه دي ولا لا، تعرف تنزل العمق ده ولا لا، تعرف تقلب الطول ده ولا لا. وبعد التولز السؤال سالته لي هل انت عندك بقى الخبره دي؟ انت عندك الباك جراوند؟ هل الديفر بتاعتك هل انت عملت كده ولا لا؟ الديفسون ميكسنج ده تكنيك ظهر في العالم 1962 1962 اول ظهور كان في اليابان وكان بالايميل اللي بيوصل ميكسنج بيلا عشان خاطر الكلاي اتنقل بعد كده من اليابان لاسكندنافيا السويد فنلندا برضه بس كان 1972 بس كان صغير شويه راح امريكا بس اول كلاي ابلكيشن لوك كان في اليابان في 1979 ده كان اول بعد كده انتشر في اوروبا العصر الذهبي بتاعه في اوروبا كان من 95 لحد اللي هو هو العصر الثاني بتاع الديبسون. الديبسون ميكسنج ان انا زي ما قلت لك ان انا بعمل ميكس ميكانيكي مش هيدروليك، هيدروليك دي بعمل ميكس ميكانيكي للتربه بالماده بتاعتها الباينر بتاعتها، الماده دي ممكن تكون اسمنت، ممكن تكون جير، وكده. ممكن اعمل له حاجه اسمها دراي، ممكن اعمل له حاجه اسمها ويت. لو جينا بس بصينا على الفيديو ده هنا كده ده اللي هو الويت هو المكنه بتاعتي تنزل عند التربه تبدا وهي طالعه تعمل خلط للتربه بالاسفلت. طبعا في الحقيقه بتقعد نازله طالعه مش مره واحده، اربع مرات خمس مرات على حسب الشغل بتاعه. وبعدين مثلا تركز على الشكل. الدراي هو شكل يعتبر شبهها بس هو كل الفكره ان هو بعد ما نزل هو طالع بيحل بايبر بس خدالك بس بودرة اسمنت مش اكتر. اسمنت ومية اسمنت يعني بيحط بودرة بس بودرة بس الفيتنج هياخد ازاي بقى؟ هو ده السؤال بقى امتى بقى اتحرك الدنيا ده اللي هو البراكتيكال ليميتس بتاعي. هو لو انت عندك التربه محتوى المي فيها اعلى من 120% مش محتاج اعمل لها بقى ويت. عشان كده السيستم ده ناجح قوي في فنلندا في السويد
عشان التربه، التربه اللي فيها عاليه قوي مش محتاجه احطها بقى اسمنت ميه. بس لما معلش برضه بعيدا بقى عن الفيول، تعالى نتكلم في الابلكيشن. بالخبره احنا في الويت ميكسنج ممكن نعمل اعمده القطر بتاعها حد بعض، لكن في الدراي الفكره كلها الابلكيشن. ما بنعرفش نعمل اكتر، اقصى حاجه تعملها 70 درجه. لو انت عرفت كيف ما اعملها تشتغل، بس بقول لك ابلكيشن احنا ما بنعرفش نعملها. حاجه ثانيه الويت، انت بتعرف تتحكم في الاستاري نفسه، محتوى الاسمنت، في الكومباكشن شكله، في الميكسنج شكله عامل ازاي، بتعرف تحقق الليفل اللي انت عايزه من الاستريتس. في الدراي لحد ما عشان كده حتى في الصوره انت تيجي تشوف هنا في الويت حاطط لك وجهين. في الدراي البنك احنا معظم الشغل بتاعنا حالا في السويد بنعمل دراي ميكسنج، التربه عباره عن بريمي سوفت، بريمي سوفت، بنعمل دراي ميكسنج عشان بعد كده التربه تبقى كويسه ان انا بخش بالمكن نعمل بايكس. انا مجرد بس انا بعمل الكلام ده كله، مجرد بس انا بعمل حاجه زي بلاتفورم ابدا اشتغل. طب ثانيه واحده بس، في السويد وفنلندا احنا بنتكلم على 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 سوفت كلي، فانا بحط لها سمنت عشان تعمل بايندنج. تعمل بايندنج ده هناك فيري سنسيتيف كلي، يعني انا مش قادر اتصور الكلي اخلطه باسمنت ولا بفضي واحط رمل باسمنت. لا اخلط دي حاجه وده حاجه، دي حاجه وده حاجه. انا تاني برضه انا مش بتكلم على حاجه انا ما بعملش، انا بقولش كل الشغل اللي حصل في فنلندا في اخر 20 سنه عملوا كده، انا ما بعملش ده حاجه. اكيد عملوا حاجات كده اعرفها. ده الجيت جراوند الجيبسون جيبسون الاثنين، ان انا بعمل خلط رطوبه في السلايد بتاعي. بس الجيت جراوند ده بعمله خلط هيدروليك. يعني ايه خلط هيدروليك؟ يعني انا بنزل حاجه زي انبوبه صغيره، الانبوبه دي فيها فتحه من تحت، بحقن الجيت بتاعي، بحقن السلايد بضغط عليه قوي كده تلف عنده. قلت انا كونت عنده مخلوط الاسمنت ده، ده عباره عن خلط ميكانيكي. ميكانيكي ده شكل المكنه عنده. ما بعتمدش على الجيت عشان اوصل للجيت اللي انا عايزه. هنا الدمتر الذراع بتاعي، هنا الدمتر محكوم بدمتر المكنه بتاعتك. الفرق بين الجيت جراوند والجيبسون ميكسنج احنا برضه بنتكلم عنها بريكتيكال. الجيت جراوند عشان انا بعتمد على الجيت بتاع الضغط العالي، بحط محتوى اسمنت عالي قوي، فبيطلع العنصر بتاع القوه بتاعته عاليه جدا بس هي مش هتكلم عن القوه بتاعته عماله كده. الجيت جراوند حلو جدا بس محتوى اسمنت عالي قوي، بتجي لك ستريس قوي بس غريبه. لكن لو انت هتعمل ديب سول ميكسنج انت بتلعب فيها بقى، انت بتتحرك، انت عملت مختار اسمنت بقى تحطه على قد ما تجي لك ستريس كده. انا هنا بقول ان هنا من 2000 لحد دلوقتي احنا عملنا حوالي اكتر من 1000 مشروع ديب سول ميكسنج. الديب سول ميكسنج كان في حاله ان انا في النهايه خلاص انا محكوم بالمكنه اللي بشتغل فيها. الكل بتاعتي ممكن تكون عباره عن سنجل اكس، ممكن تكون عباره عن سنجل اكس، ممكن تكون عباره عن حاجه زي دبل اكس، ممكن كده، ممكن تحتاج ست اكس تتحرك مع بعض. هنا ست اكس هتعمل حاجه زي هو اشتغل فيه. ممكن تعمل حاجه زي قطر، شايف الشكل بتاع القطر ده كله عباره عن ده. ممكن انا بعمل ميكسي بين المكنة القطر ده بتاعك، انت محكوم بالعمل في العرض بتاعها والتدريب ده، انت بتعمل تيج فاد بتعمل تعمل ديفرام. وعلى فكره بعد ما اعمله ممكن احطه تسليك عشان يجيب الفنيه كله. كل اللي انا عملته ان انا استبدلت الاسمنت الرمل بالتربه القطر. برضه ما تتوقعش ان انا هحصل على نفس الخلاص بتاع الست على الخرسانه، لا هكون اقل. بس اقل ليه؟ ان انا محتاج اللي اقل عشان بوفر. ممكن اعمل حاجه اسمها الكرينش سيستم، لو جاي اعمل حائط اشتغل بيه على طول ماشي. المكنه بتاعت الكرينش ده ممكن تشتغل تعمل المكنه دي كويسه، بس المشكله بتاعها ان انت محكوم بالعمق بتاع المكنه. اقصى حاجه اعتقد ان كده حاجه بتتعرف 10 12. ممكن ان انا اعمل حاجه اسمها ماس ستابلايزيشن. تاني انا كل اللي بتكلم فيه كان ثيوري، باخد الطلب الاسنان وبعدين بعدين تصرف. هنا مثلا الحاجه دي ان انا شايف هنا في مروحه وهنا في مروحه،
بعمل بيه ايه؟ انا بعمل بيه خلط افق اللي فات بعمل خلط راسي عشان اعمل حاجه زي الحائط بقى المطر هنا بعمل بيه الاسلام عشان مثلا كنت عايز تعمل حاجه زي الاطبوم اللي فات ده تعمل قوائم بتاعه وده اللي اعمل الاسلام ده اللي هو الجزء بتاع الدراي ديبسول ميكسنج الدراي ديبسول ميكسنج بتاعه ده عبارة عن السكينة والطول بتاع الخلط عن اللي هيكسل ازاي وفي عندك هنا فتحة بيطلع منها اللي هو الاسم طبعا شايف بقى انت ده اللي هو شكل السكينة شغالة في بالك احنا في كده شغالين مثلا السكينة دي شركة تانية شغالة السكينة دي احنا خلاص عبارة عن ابحاث واحنا بنقعد نعمل نسلمها ونعمل نقعد نشوف شكلها عامل ازاي ونشوفها انه احسن نشتغل دي مهمة ما احنا فاهمين احنا حالا بنعمل ايه بنعمل سويل ميكس انا بخلط التربه بالاسمنت ايه اللي بحصل عليه حاجه بين التربه وبين الاسمنت ما بحصلش على اسمنت ما بحصلش على التربه لو انا بتكلم ان انا عندي التربه بتاعتي اليو سي اس بتاعها مثلا بيتكلم من 20 من 50 لحد 100 والكونكريت من 20000 لحد 100 الحاجه اللي في النص بتاعتي دي كام من 2000 لحد 5000 وعلى فكره يعني رايحه شويه ناحيه التربه دي حاجة معلش بنيجي هنا على اليوم جزء مدرسة بتاعك هنا مثلا من 5 ل 100 هنا من 15 ل 20000 هنا بتتكلم من 1000 ل 2500 برضه رايحة شوية ناحية التربة طب انا يلزمني في كده ايه؟ انا ليه عايز العنصر بتاعي احسنه بس رايح شوية ناحية التربة عشان لما اجي احط القعدة بتاعتي تحت عنصر معمول بالديبسول ميكسنج لو الكثافة بتاعته عالية قوي 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 هيعمل ايه؟ هينقل الحمل انا مش عايز انقل الحمل عايز احسن الطب عايز امتص الحمل واحافظ على الحاجه اللي بتبقى اول خالص اللي هو علاقه الايجاد مع العمر العنصر بتاعي كثافته عاليه قوي في تسليح حلو جميل بس ايه يعني انا مش عايز دي وطبعا النفاذيه بتاعتك بقى تلعب زي ما انت عايز بالدكتور طب ايه الابلكيشن بتاع الديبسول ميكسنج؟ الديبسول ميكسنج الابلكيشن بتاعه على على قد ما تعرف تشتغل بخيالك انت قاعد تشتغل مهندس ممكن في الديبسول ميكسنج يعمل جراوند امبروفمنت تحت المنشأ شايف مثلا هنا ده عباره عن منشأ تحت الاواعي عمل ديبسول عامل ديبسول اللي هو الناس اللي انتقلوا من الدار الاسكندراني بيشتغل كانها ديبسول ممكن هنا اعمل اكسبريشن سبورت بس احط ورا سليح اشتغل بتسليح مجرد بس انا استعرضت عن الخرسانه اللي بره بالعمود من الديبسول أو يبقى عليهم يشتغل جرافتي أو يبقى عليهم يشتغل جرافتي ممكن لو اشتغل برد كده هنا يصبر ورا بعض يبقى صح أو ممكن يشتغل برضه في الليكوفاكشن أو في الهيدروليك كات أوف وول عملوا عليهم هيشتغل برضه في الروتا أو في ستوريميشن ممكن عملوا صفين جنب بعض ويشتغلوا عليه تمام ممكن بقى يعني تلعب في الشكل بتاعك على حسب الابلكيشن وعلى حسب الطول اللي انت عايزه تمام ممكن اعمله مثلا هنا تحت قاعده ممكن هنا يتعمل هنا حاجه زي شكل حائط لو انت عندك بيندنج بوينت كده واحد ممكن تعمله مفصول عشان تشيل بيندنج بوينت بتاعك حسب الديزاين بتاعك اللي بتشتغل الشكل بتاعه ده هنا مثلا ده سنجل ده كان القطر بتاعه 80 سم ممكن تعمل 100 متر 20 قطر متر 60 لحد هنا القطر بتاعك 2 متر 40 في الريكورد بتاعنا وصل لحد 4 متر احنا الابلكيشن مش كل الابلكيشن هنا توزيع ستون توزيع ديبسول ميكس الاولى تحت الاواعي انت جيت تبص مثلا هنا الشكل بتاعها اوكي توزيع تحت الاواعي هنا تحت الحائط ده التوزيع تحت الاواعي ايه المميزات بتاع الديبسول ميكس الديبسول ميكس بتاع عباره عن تكنيك سهل بيشتغل في كل انواع التربه بس لما اجي اقول بيشتغل في كل انواع التربه ما اتوقعش ان الاوت كام واحد في كل انواع التربه لو بتاخد الطين زي ما بتاخد التربه بيشتغل في كل انواع التربه بس على قد اللي انت هتحط توقع يتسلم. عندنا خبره في الناس عندها خبره كافيه في فيوشن كتير عندك بتعرف تحمل تصميم ممكن تلعب سبيسنج تلعب العمق بتاعك اللي انت عايزه. ممكن تشتغل في جنب المنشا بتاعك لان انا في النهايه خلاص انا محكوم بالعرض بتاعي بتاع المكنه بتاع الكل بتاعي ما عنديش بقى فيوشن كتيره مش زي الاستنبول الاستنبول بحاجه ممكن يبقى عندك مشاكل لو انت بتتكلم على منشا المشاكل بتاع الديبسول ميكسنج او العيوب بتاعته
اشتغل في كل تيبر بس مش زي بعض. الامر مش زي الطين. تمام؟ ده برضو بس انا لازم افهمها عشان. اليونيفورم بتاعته يعني مثلا لو انا احط 200 كيلو جرام اسمنت مع 1 طن جرام مش هاخد على نفس الاستريس اللي هحصله عم احط نفس الاسمنت مع الطين. حتى لو انت عملت نفس الدم حتى لو الا نفس الخلط زودت الخلط يبقى مش واحد. وكل ما تغير الميكسنج بروبرتيز بتاعتك هتغير الاوت كام. لو انت خلطت بسرعه جرام بتاخد بالراحه. لو انا هحط في قلب الطوبه ده السبب من الاول. لو انا هحط في قلب الطوبه 200 كيلو جرام اسمنت. ال 200 كيلو جرام اسمنت تحطهم مخلوطين في 200 كيلو جرام ميه ولا تحطهم مخلوطين في 200 كيلو جرام ميه؟ هي انا ما عنديش اجابه عن ما فيش اجابه صريحه مش اجابه عن كل حاجه بس الفكره ده مش زي ده. لو انت بتعملها مثلا وانت بتيجي تعمل تبسول ميكسنج المكنه عباره عن طول بتنزل في قلب الطوبه وتخلط وتقوم طالع. طب انت عندك 200 كيلو جرام هتحط مثلا 100 وانت نازل و100 وانت طالع ولا تنزل من الطوبه وتطلع كلهم مره واحده؟ فدي صنع اللي هو ان انا اعمل ازاي اخلط الميكانيزم نفسه الكونسيبت نفسه سهل. بس عشان كده بقول لك هنا لازم ليميتيشن لازم انت فاهم الميكانيزم بتاع الميكس اللي بيصير عامل ازاي. طبعا انت عندك تبس ليميتيشن في عندي برضو الايميتيشن بتاع الدبس بس الايميتيشن بتاع الدبس ده مع اختلاف المكنه بتاعتي. المكنه نفسها اللي بشتغل فيها مثلا في الدبس بتاعت ميكسي اقصى حاجه وصلنا لها 20 متر. هي المكنه اللي عندي 20 متر اكتر من كده لان انت بتخرج محتاج بقى تورك عالي محتاج مكنه كبيره صعب شويه. في عندك برضو شويه الشروط الاولى. برضو في عندك هنا مشكله في المكنه في حاله الدبس بتاعت ايه ساعات المكنه نفسها تقيله انها تشتغل على الكورة. وفي عندك مشكله طبعا في المطوله بيكون فيها بولدرز لما يكون فيها باركنز كبيره قوي ما اعرفش احطها. ده الحاجات دي كلها طبعا اتكلمنا عنها دلوقتي اللي هو طيب لما بخلط التربه البايندر بتاعي المادة الحاجه اللي هو كامل اللي يطلع لها بتقف عليها بتقف على الماتيريال بتاع البايندر نفسه بتشتغل فيه وبتاع التربه والميكس كونديشن والكلام ده مش هنتكلم عنه. ده الشكل ده حلو برضه طبعا الشكل عندك ده حاجه رف ده احنا حاجه بنشتغل بيها استشاريع عندنا مش مثلا انا عارف ان مقدار الاسمنت بتاعي ده الابرج بتاع ده جامد من الابحاث الكيماويه بنشتغل بيها حاجه زي رف مبدئيا كده ان انا عندي مثلا لو انت كتير بتحط مقدار اسمنت حوالي 280 كيلو جرام والاستريس بتاعي 1 متر. لو انا بتكلم في رمل بحط مقدار اسمنت اقل والاستريس بتاعي من 3.5 فاحيانا بيكون الكيل بتاع الكيلو في بلد تبسو ميكس. اول حاجه اللي بتشتغل بتاخد البروتوكول تاخد عينات ابعتها المعمل اعمل لها خلط في المعمل ما يحاكي الخلط بتاع الموقع يقول لي الاسترنس عامل ازاي. وبعدين الاسترنس اللي وضعه في المعمل بضربه في 7/10 بطبقه في المعمل عارف الموقع مش عارف فممكن لو كنت فيري سوفت كلي مش هيشتغل معايا او مش فيزيكال مش منطقي ان انا مثلا فيري سوفت كلي طول مقطع اسمنت عالي قوي والاستريس الخدع قليله قوي. لا هو يعمل حاجه ثانيه بقى احسن ده مش الاستريس. مفيش حل ذهبي مفيش حل بيعمل كل حاجه في كل حاجه ولا ابلكيشن بتاعها. باشمهندس معلش ارجو ان انت صدرك يعني يتوسع ليا شويه. اتفضل. ليه بتعمل استريس بعد اذن حضرتك والدكتور رامي زي ما الدكتور هاني كان بيقول انا دلوقتي كل اللي حضرتك بتقوله ده زي الفل افتح اي كتاب اتعلم منه كل حاجه. فين بقى مشاريعنا؟ انت عمال تقول لي فرنسا والسويد و كنا عايزين حضرتك تعمل لنا ستريس على البروجكت اللي انتوا نفذتوها في مصر بخبرتكم. مش مصر لا انا بتكلم بقى ان جنرال كسؤال امبروفمنت. يعني انا جاي النهارده بصراحه بناء على ان كنت متخيل ان المحاضره هتبقى تركيز على الخبره جوه مصر. مش ان انا هتكلم على مشاريع في فرنسا والسويد. انا بصراحه انا ما كنتش يعني انتوا مش شغالين في مصر؟ احنا شغالين في مصر.
طب بس مش ده اللي طلب من العرب. طب حضرتك مش عارفين في مصر بانواع ايه سويل امبروفمنت بقى؟ هل النهارده هنتطرق لحاجه زي كده؟ مش ده حاجه مضره اللي في مصر موجوده في مصر. ده وجهه نظري. لو حضرتك عايز حاجه مضره في مصر عايز تشتغل ترجع. طب ضمن الميثودز اللي حضرتك بتعرضها مفيش اي ستريس على انتم مش شغالين في مصر باي مشاريع؟ انت شغال. هتكلم مثلا عن وجهه نظري. ما اعرفش حضرتك وجهه نظرك ايه. تمام؟ لو انا هتكلم على اسطول كله الناس كلها عارفه اسطول. هتكلم على منشأ مشروع في مصر شغال الشغل المصري عندنا كله معظمه شغل تقليدي. وبعدين اللي انا عارفه. الفكره ان انا الطلبه ما بيسموش الحاجات دي، معلش ممكن حاجه شفتها لو عارف. لا ما شفتهاش برضه صدقني زي الطلبه بالظبط. ده حاجه جديده عليك. فزي ما الدكتور هاني بيقول المشكله ان احنا يعني خلينا نقول ايه؟ احنا مش عارف ايه اللي موجود في العالم هتقول ازاي اعمل. ده انا بفضل اعمله. ما انا بقول لك افتح اي كتاب هتطلعه. انا متخيل ان انت هتدينا حاجات انت شغال فيها ببروجكت بخبرتك جوه مصر. انا بعمل كل اسبوع مشروع ستون كولمز. ستون كولمز بس يعني كيلر شغال ستون كولمز. وشغال ريجن انفيوجن وشغال انفكشن وشغال بايلز وبعدين. تمام. انا النهارده انا معلش انا مش جاي اعمل الاسم بتاع حضرتك. حضرتك بتقعد تشرح محتوى انا مش جاي اشرح محتوى انا جاي بعض حاجات جديده. ايه دي الفكره؟ انا مش جاي دكتور جامعه اطلع بقى الحاجات المحطوطه واطلع المعادله اللي في الكود والمستعارات اللي مش جامعه. طيب التيبس والميكسنج كان برضه كان سؤال عادي. انا ما سالتكش انك انت تديني معادلات. انا سالت حضرتك انك تديني بروجكت حضرتك شغال فيها بخبره حضرتك فانا هستفيد من خبرتك. اسمح لي يا باشمهندس. اي حد قاعد ممكن يفتح الكود ويطلع معادلات او يفتح اي كتاب فاونديشنز ويطلع الميثود. بس انا جاي كل الناس اللي قاعده انا هتكلم عن نفسي على الاقل. انا جاي اتعلم من حضرتك اساليب تنفيذ بس ديفنتلي يهمني لوكال اكسبيرينس. فاهم قصدي؟ لكن انا مش طالب من حضرتك تديني معادلات. بص عندك انا ما بسالكش كده يعني. وانا بسمعك. ثانيا معلش مثلا انا ما اتوقعش ان سعادتك هتلاقي فيه كود حاجه زي ايه؟ حاجه زي كده. تمام. دي كيس استعمال. ما اتعملتش في مصر عشان احنا لسه في مصر ما عملناش حاجه. ممكن بقى نعرف بقى حاجات عملت في مصر بقى 30 سنه ولا مش فاهم. انا استخدم حضرتك في الدكتور اشرف احنا نقعد مع بعض وندردش بعد ما نخلص بعد كده زي ما انت قلت. هو كان ده تماما لانك انت جاي حضرتك موجهه لابنائنا طلبه وبرضه عشان يوجهوا اللي ما شافوش. فخلي الحاجات اللي هي بقى انترستنج لينا احنا كحاجه ثانيه بعد ما اخلص من حضرتك مع الطلبه نقعد معاك ونستفيد من الخبره العمليه في حضرتك يا دكتور اشرف. استنى انا انترستنج زي ما انت كده بتسال انترست في الحاجات دي بس انا مش عايز ميكس الاوبجيكتيفز بتاعت المحل. حضرتك حاله معموله مثلا في المكان الفلاني وحلناها ازاي وشكلها في الارض. الفكره دايما بقول لك ان انا كل اللي هاجي اتكلم عنه ده الهدف بتاعه كله ان في تعارف بين هو الديزاينر وبين الكلام اللي بيقول مثلا انا مثلا بعمل التكنولوجي بتكون دي جزء منها انا ازاي هنفذها وجزء منها ازاي اصلا. هما لو هما متعاملين مع بعض لو في مع بعض يعملوا حاجات فمش الكلام ده بيبقى صعب. في هنا حاجة ده مثلا ده كان في عندنا طريق بعض طريق قطر ده هيتعدي فوق طريق عادي وعايزين نعمل هنا كوبري يشيلوا الأرض وانت جاي تشوف هنا كده شايف انت الموقف بتاع اللي هو الجنب ده بتاع الطريق ده اللي هو الشكل بتاعه يبقى في عندك هنا كده أعمدة وعندك ده اللي هو البطل اللي فوق اللي هو هيشيل الأرض بتاع القطر كان السيستم اللي احنا اخترعناه هنا عباره عن ديفول ميكسنج عباره عن ديفول ميكسنج بس لو انت شايف في عندك هنا فرق بالسوق في قطر هيعدي من تحت وطريق هيعدي من فوق في عندك هنا فرق بالسوق القطر شكله اهو فاحنا محتاجين نعمل ديفول ميكسنج حاجه منها سيراك يمكن سيراكشن سبورت والحاجه الثانيه تشيل الاواعي بتاع الكور ده لو انت فاكر الشكل بتاعك اهو ده اللي هو الجزء بتاع القطر ده هنا ديبسول ميكس بعملها معموله ديبسول ميكس محطوطه تسليده عشان تشيل السيلكشن تشيل السايد سبورت اللي هنا
وفي عندك من تحت هنا ديبسول بيكسل هو ده عشان تحط عليها بعد كده القاعده بتاعه اوبريتا ده كده احنا الابلكيشن بتاع ديبسول بيكسل سايد سبورت وفي فاونديشن عدى بسرعه ده برضه حاله ثانيه كان برضه الطريق عندك الطريق وقت عمل الكود بتاعه على ديبسول بيكسل شايف ان ديبسول بيكسل بتاعك معمول باطوال مختلفه 7 متر ده كان متر ونص الاقطار بتاعت معمول فيها اقطار صغيره واقطار كبيره ده شكل الديبسول بيكسل بعد كده العمل هنحط عليه من فوق المعنى بتاعه دي شكل حلو ان احنا عملناه ده كان هولندا برضه ده كان عباره عن مبنى اثري المبنى الاثري ده فكروا في المنطقه دي هنا يعملوا جراج تحت الارض لازم تيجوا تزوروا المبنى ده ومحتاجين يكونوا عارفين فخلاص محتاجين نحفر في المنطقه في نص هنا فجينا عشان نعمل هنا نعمل الحفر بتاعنا ده كان حوالي 12 متر كل الجناب ده كله عباره عن ديبسول بيكسل ديبسول بيكسل جواه تسريح وكان عندنا هنا بنك مش بتاعها ده الصف الاولاني والصف الجزء الحلو في الدراسة دي ان احنا بعد ما خلصنا الكلام ده احنا عملنا بلاكسس وعملنا الدراسة بتاعته. هو اكيد سؤال مكسر بيبقى الكود بتاعه هل الكود بتاع عمق الخط ولا الكود بتاع زيادة؟ انت بتصمم كانه ايه من عين خالص بس مش هنسبورت السيستم بتاعك عين خالص. اي حاجة هتحطها لو انت هتصمم كانه شيء ضيق تاخد نفس الكريتيريا بتاعت كانه شيء ضيق. اللينث نفسه هتصمم كانه شيء ضيق عادي. وبعدين الماتيريال بعد كده تبدا تشيك عليها كانها نفسه. يفرق في ايه عن الباي العادي؟ معنى يعني انا عملت انكورج سيل سبورت سيستم حط 12 متر يفرق في ايه بدل الباي العادي وعملت ارخص بس ارخص فرق الكوست ممكن يبقى قد ايه؟ ممكن يكون 50 مستر لحد ما احيانا بقدر 50 مستر وهنا بيقول لي طب معلش لو ارجع حكم استدل قبل كده لما حضرتك اتكلمت على الفيرسون ماكس اللي كانت سكيتيشن للتريل فوق وكان الفاونديشن ده شكل البروفايل في المكان ده بتاع السكوت كان عامل ازاي؟ هندوس عليه. هنا الميزه في الكلام ده هو بس احنا بس متاخر فان احنا عرضنا في النقطه ان انا في النهايه خالص الديسوفيس اللي اشتغل معايا في اي طبقه في الدنيا عادي جدا بس كل الفكره دي نوع القوه دي عارف ان انت هتوصل للستريس انا بتكلم على الديلي ماكس بوصل لحد 2 انا بتكلم على ساند اوصل لحد 5 فانت هتشوف نوع القوه اللي عندك حتى لو نون ستراكشر فيلم حتى لو كان ما مستراكشر اتفلم حتى لو جواه مكلفات ومواد طلب وتحلل لا مفيش برضه تاني مفيش حاجه اسمها الحل الزائد انا مش هستخدمه في حته ما انا بس اصل حضرتك قلت كده لو اورجانيك يشتغل معاه قدامي بس اورجانيك برضه لحد ما كان الكمبيوتر كانت 10 15 هنا الميزه في الحاله دي ان احنا بعد ما خلصنا احنا كنا عملنا لابس سبوتنج وكان ده البريدكت ستيتمنت اللي احنا توقعناه كل 100 سنه وبعد حوالي سنه ونص ده كان بريدكت فانكشن حاله بس عرضها بسرعه كده عن الويت بلانز اعتقد ان دول بعدين هو الويت بلانز بس الميزه في الحاله دي اللي كان الحلو فيها ده كان عندنا في سان فرانسيسكو ان كان هنا في عندنا عملنا تيلينج وكان يعني بس عادي بسرعه ان احنا كان في عندنا نوعين من الويت بلانز مصر بتاعت الميه ودي عندك كل الجنس بعد كده دي من اول حالات اللي انت عملت ريلودنج وعملت ويت رينز تحت الميه عملنا برضه دراسه اقتصاديه ان احنا نشوف التاثير بتاع الباكو كونسلتيشن بس كان لحد ما لقيتش فاكر فرصه اشتغل معاك حلو جدا بس الحسابات حوالي 9 مرات ضعف الموتور بتاع الرينز ويشتغل معاك الجنس طبعا شويه الحاله بعد كده برضه كانت في هولندا لو انت شايف كان الصوت بروفايل عندك هنا فايف ميديا بسال كانت عباره عن مبنى تحتهم هنا مبنى عباره عن 10 ادوار ده 19 دور ده 10 ادوار الفاونديشن بتاعنا في حد 10 ادوار ما اتعملش من الاساس مش مشكله هي القصه كلها في 19 دور 19 دور هنعملها فايف بس هي المشكله هنا انت عندك بتتكلم 4 5 سنين مش محتاج نعمل فايف مش هنقدر 4 5 سنين الحل اللي احنا عملناه ان احنا عملنا اعمده بيكسل الكود بتاع كل عمود واحد من 10 وكان التوزيع بتاعها تمام شكل مركز تحت العمود من هنا تحت العمود عمل بيكسل اصبح انت عندك كام زي اللي هو ال 10 دولار اللي بشكل
10 دولار استعمال ممكن تقطع برضه مش هعمل ستريس وده الجزء بتاع الكبشه اللي هو 19 دولار واحد الكبشه لان معظم الدول دايركت بتقابل العمود نفسه نازل على الكبشه ونزل طبعا الديزاين بتاعها كان مش مكلكع قوي بس بتحسب سب ريدكشن بتعمل لها نفس الكبشه مش هتحسب سب ريدكشن بتاعها وتعمل لها زون تيست على الكبشه ده شكل التوزيع الاكسبنس بتاعها بتاع الكبشه وبتاع الكبشه احنا مش بنقدر نصنفها ازاي انت قادر تصنفها ازاي كده هي اتعملت ازاي ده اللي هو التنفيذ بتاعها ده اللي هو الجزء بتاع العرض عمود يوصل بيكسل وده اللي هو انت فاكر بالشكل اللي قال توزيع يوصل بيكسل تحت كل عمود او تحت كل عمود دي برضه كانت حاله كويسه شويه عندنا ان احنا كان في عندنا هنا 100 انسان 12 متر وانت عندك 30 ليه وعندك 30 المبدا عباره عن سايكو عادي الاداب الفيلم بتاعك 20 سنتي وكان ضخم بس بتاعها كان رهيب طبعا منطقه جدا في الحياه الكليه هنعمل بايظ بس المشكله ان بايظ هتفضل نازله فاكر توزيع الاداب مع العمق انا بدي الحته وبعد وزع الاداب هتنزل كتير في بايظ الحل اللي احنا عملناه ان احنا عملنا اول حاجه بيرك ريبليسمنت عملنا بقى الخطه عشان نحسن الخطه وبعدين عملنا ديب سول بيكسل تحت الريد بيكسل يعني ده كان عندنا كومبانيشن بيرك ريبليسمنت مع الديب سول بيكسل احنا عملنا ترانزيشن اللي احنا بنعمله من هنا من تحت القاعده العنصر اقل قوه شويه العنصر اقل قوه شويه حتى وكان القصه ان انت تكون فاكر ان انت عندك الاجابات بتاعت الاستريمنت سوري يا دكتور والريبليسمنت كان ايه بقى؟ ستونز ده كان هنا الشكل يعني ستون كولومز ستون كولومز ده هنا الشكل بتاع ستون كولومز بتاع تمام وهنا ده اللي هو بنسوي ميكسنج عشان خاطر هحاول اعرض الحاجات بسرعه بس لا انا معلش في حته برضه مش فاهمها معذره يعني افسح صدرك شويه ممكن نرجع للرسمه للسلايد اللي قبل كده دلوقتي حضرتك هتعمل ايه؟ هتعمل ستون كولومز وبعدين تيجي مع الستون كولومز تعمل سويل ميكس ما بين الستون كولومز وحطيت سيمنت لا هو انا هنا في الحاله دي واحنا كنا في اللي هو نفسه بنحاول احنا نتكلم بين اماكن شويه بتاعت الستون القصه في السيمنت ان بتوين يعني انك لو انا عملت مجرد بس ستون كولومز وقتها يلا هتطلع عليك ما هو انت بتقول لها كيسو ميكسنج انا مش هنزل الحته الثانيه. تمام؟ هي الفكره كلها ان انا كده عملت ترانزيشن من تحت لفهم القصه كلها قصه سيركس. انا عارف ان السيركس عادي قوي وبتيجي عملت عرض بس بتاع قليل شويه فانت بتقول لها حاجات بتحاول توفر ان انت تتمرن القصه بتاعتك القصه بتاعتك قصه سيركس. فهنا برضه كان السيستم يعني ممكن بقى تسمي السيستم بتاعك ده ممكن تسميه بيكسل بيكسل ممكن تسميه فلوتنج تسميه زي ما تسميه لكن ده كان عندنا عباره عن فريم كتير جينا على الفريم بتاعنا عشان نعمل السيستم عندك هنا كليك سن كليك سن كان السيستم اللي احنا عملناه ده حوالي يلا بسرعه ان احنا عملنا ده عباره عن بيكسل بيكسل كولومز والكولومز دي كلها عباره عن ماس بيكسل فاحنا عملنا حاجتين بيكسل انا عملت كورة ديب سول ميكسر وبتيجي اعمل كورة حاجة زي ده هي عبارة عن ماس ميكسر ده شكل اللي هو التكنيك نفسه بتاعي بس دكتور محمد بس يعني نرجع للسبب اللي قبلها يعني انت ايه المشكلة وانا وصلت لها ايه؟ هي المشكلة كلها مشاكل السكن تمام يعني كل المشكلة كلها مشاكل السكن انا حالا بحط لك بالضبط ديب سول ميكسر مكان البايظ طب لو انا ما حطيتش السول ماكسنج اللي فوق الفاشن اللي فوق دي حطيت لها حاجه مجرد بس ان بس كلمه هيبقى اللي في مش اعلى شويه عن فوق بس هي القصه كلها ان انا مش عايز انا مش هخش بالتفصيل لكل كيس بكيس لا انا مش قاطع تفصيل بس اقصد انه لو في فاليو بس ميك سنس حلو هو هنا الفاليو بتاعها برضه ان انت هنا السيستم هيشتغل الى حد ما برضه زي الريش دي المشكله انك انا برضه فصلت عندي العمودة بتاعتي عن الرف بتاعتي وانا عملت حاجه اسمها تشطيب استنى عشان هنا كان حوالي وقت حوالي كام؟ معلش
لو الجهاز اللي عندك قليل تشتغل معاه، لو الجهاز هي برضه درجات البلاتفورم بتاعي درجات، لو انا الجهاز بتاعي قليل انا صراحه ما اعرفش ايه اللودز اللي عليها، لكن هي لكن هي لو الجهاز بتاعك قليل هتعملها عباره عن قشره حديد اعلى شويه تحط تشغيل بريك تحتاج اعلى شويه تعمل لها سمنت، بس ما تعملهاش اعلى من كده انك لو عملتها ريجن قوي فقدت الخاصيه بتاعتك ان انت مش هتشتغل كانها ايه. ده هو اللي هو الحفر نفسه كلها وكان ده اللي هو اللي بيجيب صوت ميكس نفسه ده اللي بيزنس الماس ميكس كلها. برضه مشروع ثاني برضه بتاع كلمه الكلام ده عملنا الجزء ده 2007 وده اللي هو الجزء الثاني اللي احنا كنا عايزين نعمله بتاع عن الكيو. في الكيو بتاعك ده كان بيشكل بتاع السطح بتاعك الاول اللي هو البحر اللي هو الطرق. كان في عندنا جزء عامل الانيميشن وبعدين هتحط عندك الكود بتاعك وفي عندك هنا الجزء بتاع الطيب. القصه هنا ان كان في عندك ديفرنت لوجز كان مسموح لك الستيمنت بتاعك عند الكود ب 10 مللي عند الطيب 10 مللي والتوصيل اللي من الجيم مسموح لك لحد 50 مللي والتوصيل اللي ظهر هنا 60 مللي كل ما تطلع في اللوجز دي كان عندك المسموح بتاعك 240 مللي. احنا عايزين نعمل حاجه زي نحط ديفرنت تكنيكس ان احنا بنها خالص نحقق الكواليتي بتاعنا وبرضه نحافظ على الكوست. دي السيستم اللي طرحناه واللي اتنفذ ان انا هنا كنت عباره عن حاول على طول مسموح لي عندي 10 فعملنا ده كلها عباره عن سيف هنا عندي ده مسموح لي 10 فتره بانك بتاعت الطيبات 10 مليون عندي سيف في المنطقه اللي في النص اللي انا غيرانها ده هنا كان عندي كوميونيكيشن بين حاجه اسمها كونكريت ستون كولر مع ستون. انا بلعب في الاستيفنز بتاعتي عشان احقق استيفن من النهارده. يعني في نص دوت على الكلام ده هنا انت عندك هنا 10 مللي عندك هنا الكونديشن بتاعك من اول كيلو لحد ضرب 60 مللي لعبت في الستون كولا بتاعك. جزء اعمل ستون كولا وبعدين تحت هنا الجزء بتاع اللي هو ستون كولا ابدا اغير بتاع بتاعي كل ما تقابل الارتفاع كل ما تقابل الاستيفنز كل ما تسمح الاستيفن تنتشر. لحد ما السيرفر بتاعي وصلت للتنسيق بتاعي 10 مللي لحد ما السيرفر بتاعي. فكان هنا السوليوشن بتاعي اللي احنا عملنا في الموشن. ليه؟ سي اف اي ستون كولم مع دراج ستون كولم مع ستون كولم ان والجزء اللي هو ورا ده كله الجزء ده كان معمول ار اكس حاجه اسمها لابد ان ده برودكشن انا السيرفر بتاعي لحد 42 مللي لان انا هستنى تعالى ده بتبقى برودكشن الجزء ده كان عباره عن سوفت صغير فكان حاجه بتاعي مشهور فانت لو الميزه هنا او الشكل ده في البوست عندك منشا واحد كام تكنيك حتى في اماكن فيها دايركت ريبليسمنت برودكشن سي اف اي ستون كولن دراج ستون كولن ستون كولن ما كل ده موضوع بعمل ايه عمال بلعب في الديزاين بتاعي السبيسنج العمق بتاعي عشان احقق السيرمنت بتاعي كام تكنيك بتاعي ده الشكل التنفيذ ده اللي احنا بتاع الدراي سي ده اللي في البرودكشن دي المكنه بتاعت الستون كولم ده هنا الوالي سي اف بتاعنا طيب ده الشكل النهائي بتاع الموقع خلصنا الموقع ده في 2016 وفي ايام شغالين في الموقع اللي ورا نعبر عن الستون كولم ودراي سي طبعا انطلق ان احنا نعمل حاجه اسمها السوبر تيست بس احنا بنقوم بتنزل نحمله ونسيبه يخش عملنا السوبر تيست وفهمنا ان ده بيكون يمكن 50 مللي الماكس مصطوم ان احنا نستهلك 5 كونكلوجن احنا كده خلاص خلصت هو اهم حاجه عندي في الكمبيوتر بتاعي اللي هو وان سايز فيتس اول از دوت مفيش حاجه اسمها تكنولوجي واحده هتشتغل في كل حاجه. انا حاولت اعرض ان احنا كان عندنا تكنولوجي كتير وان انت عندك في نفس المشروع ممكن تخلط مع بعض القصه كلها مش اللي ينفذ القصه كلها اكتر اللي بيصمم والاهم من ده ضبط الجوده. ازاي هتصمم ده؟ ازاي هتعمل ضبط جوده ان هو مظبوط؟ التنفيذ او مش هتعمل.
دي حلقه كده خالص مش حاجه بقى اهداف خالص خالص جت في الصغيره وكان مشروع واحد زي ما انت شايف في عندك سول كولن في عندك كونجرينز ناس ميكسينج ديناميك بليسمنت سول ميكسينج سول كولن ما شاء الله. طيب هو السؤال في كوست يعني حتى لما اتكلمت على السوفت ميكسنج الموقع تحديدا ان في خط والكلام ده سالت حضرتك ليه ما عملناش بايز انا معلوماتي معاك صح ولا غلط ان احيانا التكنولوجيز الجديده ممكن التكلفه بتاع تنفيذ الشركات المقاولات زي كيلر مونا والحاجات دي ممكن الكوست عالي قوي في الاخر افكر ان انا اجيب مقاول تراديشنال يعرف يعمل له بايز كويسه اوصل كونكلوجن كويس صح بقى اقل صح. هو انا عايز اقوله ان انا ممكن عندي كوست عالي قوي بس لا بس ده مجرد ده كيس ده وضع حاجه بس في النهايه خالص اللي انا كنت بتكلم فيه ان احنا عندنا تاخر على اوروبا 42 سنه الحاجات دي كلها موجوده هناك وفي النهايه خالص هتيجي هنا في النهايه خالص هيجي لك واحد مع مكنه وهيحط سعر كويس وياخد التكنولوجيا وهيشتغل لان في النهايه خالص التكنولوجيا هتيجي. السيستم بتاع السولد ميكسنج لاترالي يعني سواء يعني سواء مش بس في تفاصيل ديزاين بس برضه بيز على اكسبيرينس لو انا بتكلم على اي لاترال لود نتيجه فايبريشن بتاع اربع لود تيرم اكس كويك اي فايبريشن اي حاجه قريبه هل في اي ديتا بتقول البرفورمانس بتاع السيستم ده شكله عامل ازاي ريليتد للوايلد فايبريشن اللي انا عارفه؟ لا مش مشكلة هو برضه مش سر يعني ماشي هي قصة كلها كيس باي ماشي لو انا مثلا لو انا خايف ان انا عندي يكون في لاترال ما انا هعمل سيستم هو السيستم بتاعي انا بعمل القطاع اللي انا بقوله عليه انا بقول عليه الابلكيشن هتعمله ازاي التصميم هيبقى عامل ازاي الابلكيشن هتعمل ازاي مش انا برضه مش بناقش معاك في تفاصيل المحاضرة وبعدين كده انا بس عايز استفيد فعلا من الاكسبيرينس عايز نتكلم في يو اس اي في استراليا الكلام ده كلها مناطق خصبه جدا بالجراوند موشنز والكلام ده فاكيد لما انا باجي اعمل كونستراكشن لشركه كبيره لمشروع ضخم في مكان زي ده اكيد في فيجن معينه على كل من ده مش هيبقى في اثنين سنين دلوقتي الايمنت اللي عندنا كبير منهم قوي معروف قوي الاستون كله ومعلش اضيف حاجه استاذ غير انا اسمع كلامك ان برضه ممكن في اوروبا وفي امريكا الناس ما عندهاش ستاندرز للحاجات لسه وعماله تشتغل وبتاخد ريسك الكلام ده يعني انا لو حد قال هعمل بايل درافت في مكان هيتفقوا عليه مفيش كود بيتكلم على الكلام ده فاحنا بس عايزين نعمل ميكس ان انا استفيد من الخبره وبرضه ان لو في ديتا تفيد ان الواحد لو حب يتجرا يعني يفكر يعني. هو ده غلط سؤالي هل في اي معلومات عن حد تقول البرفورمانس بتاع السيستم ده؟ حلو هو الديب بتاعنا نفكر في البرفورمانس بتاع السيستم عشان دلوقتي انا في عندي الستون كولم والستون كولم ميل نون معروفه وابلكيشنز عليها وتحت اساس عامله ازاي تمام؟ انت بتعمل حاجه زي ستون كولم بس بتطلع اسماء فهي اقوى شويه الاكسبيرينس بتاعها اقوى شويه الموديل بتاعها اقوى شويه الموديل بتاعها احسن شويه لكن هو الليمتس لحد فين؟ حاجه ثانيه الزلازل انت مصمم على اكسيشن معين ان دي شكلها عامل ازاي معاك في النهايه خالص انت اللي مصممها وهتحط عندك في النهايه برضو الفوكس بتاعك صح عشان كده قلت لك ايه لكن كيس باي كيس صح بس في عندك ساعات مشكله هو طبعا لا تسكير بس في عندك بس سالت السؤال ده بقول له بيز على الاكسبيرينس انه ممكن الديزاين في المكان ده حكم ان يكون في تسليح عشان كده هو انا بس يعني صرف خبرتك من التركيز في الحاجات دي هل فعلا اضطريت في مكان تعمل ديب ميكسد ريفورسمنت علشان لاترال لود في نتيجه دراسه الكلام ده ولا اللي احنا حصل لنا ان احنا في الريجن كله عشان هو بقى قطاع السوق قطاع صغير قوي عملنا تسليح عشان خاطر لاترال لكن الديبسون ميكس ده انا كان في قطاع متر 20 اقل حاجه متر 20 بس متر 20 متر 40 متر 50 ساعات 2 متر 4 متر اعتقد في اللطره مش هيحصل حاجه ثانيه برضه انا بتكلم ان انت بتتكلم في اكسبيرينس اقل حاجه 2 متر 2 متر ايه بتتكلم في قطاع متر
20 طبعا بس هذا مش عارف مش هيحصل بشكر حاجة جدا على البرزنتيشن الجديدة دي إن شاء الله المرة الجاية عايزين بيتا ولينوفيشن إن شاء الله إن شاء الله يبقى في محاضرات أخرى يعني إن شاء الله خلاص.